وجمهوره العظيم ومحبيه وعشاقه في جميع أنحاء الوطن العربي، إلى جميع لاعبيه على مر العصور وجميع إداراته، كل التحية وكل الحب وكل التقدير والتهنئة بمرور 20 عاماً على حصول النادي الأهلي على لقب نادي القرن، وهو لقب في الحقيقة يستحقه عن جدارة، فهو على المستوى المحلي قد حصل على 41 بطولة دوري عام ممتاز مقابل 12 حصل عليهم منافسه التقليدي نادي الزمالك الذي نجله ونحترمه. أيضا حصل على أظن 36 بطولة كأس مصر مقابل تقريبا 27 حصل عليهم منافسه التقليدي الذي نجله ونحترمه نادي الزمالك، بل يعتبر من أكثر الأندية المصرية والعربية والأفريقية الذي حصل على بطولات، فقد حصل على 20 بطولة قارية وضعته في المركز الثاني على مستوى العالم بين أندية العالم بعد نادي ريال مدريد.